أنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية لحضور تخريج الفوج 12 لطلبة برامج الماجستير التي يطرحها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع جامعة ديبول الأمريكية بفندق الدبلومات. ونقل سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر للطالبات والطلبة الخريجين وتمنيات سموه لهم باستمرار النجاح والتفوق في حياتهم المستقبلية. وقال سموه إن الأمير الوالد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حريص كل الحرص على دعم ورعاية المتفوقين من أبناء الوطن في مختلف المواقع والمؤسسات التعليمية والتخصصية انطلاقا من إيمان سموه ألا محدود بأن الاستثمار في العنصر البشري يعد الركيزة الأولى في مسيرة الدول على طريق النماء والتقدم. وأشار سموه إلى أن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية من خلال برامج الدراسات العليا يسهم بشكل كبير في دعم جهود مملكة البحرين في مجال التنمية والتطور الاقتصادي، لا سيما في المجال المصرفي والمالي الذي تحظى فيه البحرين بمركز رائد في المنطقة. وأكد سموه أن مملكة البحرين تفتخر بكوادرها الوطنية في مختلف القطاعات وبخاصة في القطاع المالي والمصرفي في ظل ما وصل إليه من مستويات متميزة من شأنها أن تشكل نقلة نوعية تخدم الاقتصاد الوطني. وهنأ سموه الخريجين من أبناء الدفعة 12 ببرنامج الماجستير على ما أبدوه من اجتهاد في تحقيق طموحاتهم التعليمية والأكاديمية، متمنيا سموه أن يسهموا بما حصلوا عليه من معرفة وخبرة في تنمية أنفسهم والإسهام في نماء وطنهم. وأشاد سموه محافظ المحافظة الجنوبية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والقائمين عليه، منوها سموه بما يقدمه المعهد من برامج أكاديمية معترف بها دوليا من خلال التعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد إقليميا ودوليا في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والإدارة وغيرها. وجرت مراسم تخريج الفوج 12 بحضور رئيس برامج إدارة الأعمال الدولية لكلية دري هاوس لإدارة الأعمال بجامعة ديبول الأمريكية الدكتور جون إيرين وعدد من ممثلي الجامعة ومجموعة من المدعوين من قادة القطاع المالي والمؤسسات المختلفة وأهالي الخريجين، حيث ضم الفوج 65 خريجا من برامج الماجستير في كل من تخصصات إدارة الأعمال والموارد البشرية والتمويل. وقد استهل الحفل بكلمة ألقاها مدير عام المعهد الدكتور أحمد الشيخ هنأ فيها الخريجين، وأشاد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لرعايته الكريمة التي تعكس حرص قيادة المملكة الرشيدة على الدور الذي يؤديه المعهد في إعداد وتهيئة الكوادر البشرية التي تواكب متطلبات التطور في سوق العمل. وقد تخلل الحفل كلمة لنادي خريجي الجامعة في البحرين ألقاها بالنيابة عنهم معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط وخريج جامعة ديبول، عبر فيها عن تجربة الفوج السابق من الخريجين وأثرها في تعزيز مسيرتهم الشخصية والمهنية.